ليكيب تيب باش تعمل تشكيل تحط لي فيه انت جارديان و10 ملاعبيه من احسن ما لعبت معاه. 10 ملاعبيه من احسن ما لعبت معاه. اي على اليمين شكون نحط؟ مشكلة هذا باش حطنا فيها عند برشا جوالات صحابي. تفاد ليك هي. فما واحد يسلم عليك ها توا في اللايف بعث لك كومنتير ابش في التشكيل شوفوك تحطوه ولا ما يش يسموهولك توا. باهي حطوا سامح الدربالي على اليمين على اليسار خليه سامان في الاكس معين وبدرة ما سميتوش مهدي رصاصي مجنون تحية مهدي زاد مجنون تحية نسيت زاد مهدي نحبه برشا خويا هذاك في الوسط خالد القربي مجدي تراوي اي انيس بن شويخ هذوما الثلاثة قدام قدام مايكل والمساكني اها و مش ما ننساش فما شكون ما ننساهوش على اليمين مساكني على اليسار مايكل على اليمين شكون على اليمين نحطو حطو سيلونسيو كتليفون سيلونسيو شكون على اليمين لازمني نختار واحد تو من مازال واحد هكا سي بوان صعيبة لا مش سي بوان صعيبة برشا جوالات مختارش وليد ليشري مختارتوش صاحبي ميسيلش ياك سميتو في غير قبيلك يا وليد نحطو وجدي بوعز وجدي بوعز كانت هذي ليكيب تيب ليكيب تيب